وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد، دعنا نبدأ من حيث انتهت هذه الكلمة أو هذا المقطع من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من العاملين سواء بالقطاع العام والخاص، أهمية هذه النقطة في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل هذه الظروف العالمية. جهود للدولة في كافة القطاعات طبعا دلوقتي بنتكلم في السياسة المالية والتخفيف على الأعباء الضريبية للمواطنين، هي طبعا من شأنها يعني بنقول التخفيف في ظل الأزمة المتصاعبة يوم بعد يوم، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية واللي بنشهدها ويمكن ترتب عليها ارتفاع معدلات تضخم غير مسبوقة، وطبعا طال السوق المصري. فمن ضمن الجهود اللي بتبذلها الدولة النهاردة استخدام آليات أو أدواتها من السياسة المالية للتخفيف عن الأعباء الضريبية على المواطنين. طبعا من شأنه طبعا ان هو يعني بيحسس او بيبقى في حاله من الرضا او خلق حاله من الرضا او مساهمه من الدوله في تخفيف الاعباء الضريبيه اللي هي تطال كافه المواطنين. دكتور محمد، يعني هناك ايضا نقطه اريد اتحدث مع حضرتك فيها، وهي فكره ان تم ايضاح ان متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لسته اشهر وزياده الدعم التمويني ل 90 مليار جنيه، كما اوضح دكتور مصطفى مدبولي انه تم وضع منظومه جديده لرفع سعر الاردب ووجود حافز اضافي. اذا نتحدث هنا عن خطه استباقية، لأننا لا نعرف متى تنتهي هذه الأزمة أو هذه العملية في أوكرانيا، ووجود أيضا رؤية ربما استباقية لما يحدث. هو بالفعل هي والخطة الاستباقية موجودة، وبالفعل اللي احنا بنشوفه النهاردة التعامل مع مستجدات الأحداث. يعني احنا بنتكلم النهاردة على زيادة القدرات الاستيعابية، كان ده نتاج المشروع القومي للاستوامع اللي قامت عليه الدولة وزودت قدراتنا الاستيعابية من المخزون القمح، برضه كان نتاج المشروعات القوميه اللي انتهجتها الدوله زياده الرقعه الزراعيه، وده يمكن اللي مكن من زياده المحصول محصول القمح السنه دي، في يمكن ساهم في رفع يعني ما بقاش حده الاثر لارتفاع الازمه الروسيه الاوكرانيه وارتفاع الاسعار العالميه. الحمد لله كان عندنا بيقول ما يكفينا لنهايه العام. الخطط الاستباقيه اللي وضعتها الدوله هو اللي احنا بنشوفه النهارده، من يعني قادرين ان احنا نتعامل، والدوله بتستخدم ادواتها في التعامل مع مستجدات الاحداث طبقا للاليات اللي خلقتها الدوله من المشروعات الاستباقيه بالفعل. لكن النهارده مش مستحدثه، احنا عملنا الخطط الاستباقيه وبقت عندنا الاليات اللي بتتعامل معاها الدوله. اللي يمكن النهارده بتكلم على المخزون الاستراتيجي تخطى حد الامان العالمي اللي هو لا يتجاوز 3 شهور، احنا بنتكلم النهارده لا يقل عن 6 شهور. فدي جهود طبعا محموده بذلتها الدوله، ويمكن جزء ثمار الجهود الاصلاحيه اللي قامت بها الدوله خلال 8 سنوات الماضيه بنشهدها النهارده في ظل ازمتين متتاليتين، ازمه كورونا وبعد كده الازمه الروسيه الاوكرانيه. الحمد لله قادره الدوله تتعامل مع مستجدات الاحداث، وطبعا بتتحمل الدوله في ميزانيتها طبعا، اللي طبعا كل رقم بنقول مخزون استراتيجي ليه مردود مالي او عبء مالي. طبعا الموازنه بتتعامل مع هذه المستجدات. يمكن دوله الرئيس قال ان عندنا احتياطيات عامه محطوطه او مرصوده لمجابهه اي ازمات او اي تصاعدات في الازمه سواء في الجانب الغذائي. ويمكن يا دكتور كل ما بيتم اطاله امد هذه الحرب او هذه العمليه بنرى اجراءات مزيد من الاجراءات، بنرى مزيد من الخطط يتم وضعها. حتى ان دكتور مصطفى مدبولي اليوم يتحدث عن موسم القمح القادم في اكتوبر. هي بالفعل النهارده يعني خلينا نقول ان الحكومه ديت يعني كان الله في عونها، هي بتتعامل مع تصاعدات احداث متتاليه وسريعه الوتيره النهارده، بس الحمد لله ان هي قادره تتعامل مع هذه المستجدات، بتتعامل بحرفيه بصراحه وفي مرونه. يمكن وصف الاقتصاد المصري ان هو بقى فيه عنده القدره على امتصاص الصدمات، فهو ده اللي احنا بنشوفه النهارده بالفعل، قادرين مع مستجدات اللحظه. النهارده بقت الامور بتتصاعد بشكل يومي ويمكن على مدار الساعه، الحمد لله ان احنا قادرين نتعامل مع هذه الامور، بقت في اليات او في ادوات في ايد الحكومه بتتعامل من خلالها، عندنا اراضي سياسيه بتدعم الحكومه. هي دي الامور النهارده اللي وصلتنا ان احنا قادرين نتعامل مع المستجدات. الحمد لله في مظله حمايه مجتمعيه، يمكن احنا شفنا النهارده في التسعير الوقود وارتفاع السولار كان في نظره اجتماعيه اكثر
من احنا بنشوف على مستوى العالم كله دايما سعر السولار هو الاغلى من سعر البنزين. النهارده في مصر عندنا في نظره اجتماعيه اكثر لجانب السولار، لان السولار هو المحرك الاساسي للقطاع الزراعي لمكان. وهذه الزراعي نقطه هامه لابد ان نتوقف عندها دكتور محمد، اهميه توضيح هذه النقاط، الحفاظ على سعر السولار، ايضا فكره تحريك أسعار البنزين أسبابها وتوضيح إلى أي مدى حتى مع هذا التحريك ما زالت الدولة تتحمل جزء كبير من الدعم فيما يتعلق بالأسعار، في ظل أن العالم كله الآن يعاني من ارتفاع شديد جدا في ارتفاع أو من ارتفاع أسعار الطاقة. هو عشان نوضح للناس ان الموضوع دايما بتبقى في الموازنة اللي بتضعها الدولة لمصروفاتها للعام المالي القادم، بيتم تحديد فيها سعر البرميل النفط او سعر اللي هو برميل البترول اللي بيتم من خلاله التسعير عليه على اساسه البنزين والسولر او المشتقات النفطيه بصفه عامه. الموازنه اللي فاتت كان سعر كان موضوع في الموازنه كان سعر البرميل 60 دولار، النهارده في الموازنه الجديده سعر البرميل اللي تم وضعه او تقديره على 85 دولار، النهارده في سعر الاسعار الحاليه يعني طبعا بنقيس كل ثلاث شهور بسعر متوسط، في الفتره الحاليه السعر تدرج من 130 الى النهارده بيتكلم في 105، يعني في الامور ان هو طالع نازل، يعني في المتوسط هيبقى فرنج ال 120، فكده بنتكلم تقريبا في حوالي 35 دولار زياده في سعر البرميل. فبناء على هذه الامور فبيتم تحريك سعر الوقود او المشتقات النفطيه، تحريك السعر طبعا بما بالمعدل اللي وضعه القانون اللي هو في حدود ال 10% من السعر الحالي. طبعا الفرق دوت يعني لما حضرتك لما بعد الزياده ديت ما غطيش فرق السعر اللي موجود في سعر البرميل، فالنهارده بتتحمل الدوله او بتتحمل موازنه الدوله الفرق دوت عن المواطن، يعني خلينا بنقول يعني بالتبسيط كده ان ما يتم من زياده اسعار لا يتم تمريره الى المواطن في الداخل، هو النهارده في جزء بسيط بيتم تمريره والباقي بيتحمله الموازنه حتى لا يعود على المواطن بسيط، طبعا لان النهارده دوت بيؤثر او بيخلق حاله من معدلات التضخم. طبعا احنا الدوله بتحاول تمتص هذه الامور للحفاظ على معدلات الانتاج او المكتسبات اللي احنا وصلنا لها، اللي طبعا لعدم تمرير معدلات التضخم دي للمواطن بصفه يعني بصفه مباشره، اللي يمكن احنا قلت لحضرتك سعر السولر بنشوفه في الدول العالميه كله بيبقى اغلى من سعر البنزين، احنا كان العكس عندنا سعر السولار لم يتم تحريكه. صحيح، ويمكن دكتور مصطفى مدبولي اكد ان ربما مصر من ارخص 10 دول في العالم في سعر السولار تحديدا. طيب دكتور محمد، اذا تحدثنا عن الاجراءات المقابله لهذا التحريك او هذه الاجراءات التي تم الاعلان عنها والتي تسير بالتوازي ربما مع هذه الاجراءات، وتحدث عنها دكتور مصطفى مدبولي بالتفصيل اليوم، الى اي مدى هذه الاجراءات المقابله وهي رفع الحمايه الاجتماعيه وزياده الدعم المجتمعي وما الى ذلك تسير بالتوازي مع هذه الاجراءات؟ خلينا نقول بس ان بدايه حتى في سعر في رفع الاسعار البنزين الرؤيه برضه الجانب الاجتماعي القطاعات الاستراتيجيه والقطاعات الحيويه اللي بتبقى زي المخابز او القطاعات الصناعيه الهامه لم يتم رفع الاسعار الخاصه بيها النهارده. في المقابل برضه النهارده الدوله بتحافظ على يعني فرض مظله الحمايه الاجتماعيه وزياده بنقول المعدلات الحمايه الاجتماعيه اللي تصل الى كافه المواطنين، بنحاول بقدر الامكان نحافظ على النهارده على رغيف العيش كما هو حتى لم بعد ارتفاع الاسعار او معدلات التضخم الشديده جدا وتاجيل رفع اسعار الكهرباء وبالفعل وده كله يمكن انا بقول لحضرتك الكلام ده كله يعني يقدر بمليارات الجنيهات، يعني النهارده كل تاجيل او كل رفع كل تخفيض في سعر بقرش قيمه القرش يترجم بمليارات في الموازنه، فالنهارده انما التاجيل الرفع سعر الكهرباء طبعا خطوه محموده جدا في ظل الازمه العالميه اللي طبعا بيعاني منها الجميع، طبعا النهارده فكره المحافظه على رغيف العيش شيء يعني الحمد لله يعني من ضمن الامور الجيده اللي بتبذلها الدوله، الامور الحمد لله في السيطره الحمد لله، يعني لما نقارن نفسنا بدول زي امريكا النهارده سعر الجالون تخطى الخمسة دولار، اللي ارتفع السعر في الامارات ودول الخليج بالكامل باشكال يمكن بمضاعف الارقام اللي كانت موجوده قبل كده، فالحمد لله اللي احنا وصلنا اليه النهارده بنقول الحمد لله ان قادرين نتعامل وربنا يعني دعواتنا ان الامور
تنجلي وتعود الامور الى سابق عهدها باذن الله. مع الوضع في الاعتبار دكتور محمد ان المراقبه ايضا مستمره وبقوه يعني، او هذا ايضا ما اكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، فكره ان يكون هناك تواصل مع المحافظين والمسؤولين حتى لا يكون هناك ارتفاع غير منطقي في اسعار النقل الجماعي وما شابه، مع التاكيد ايضا على الحفاظ على سعر رغيف الخبز بالرغم من ان القمح بالتأكيد أسعاره زادت بشكل عالمي بشكل كبير. أهمية هذه المراقبة في هذه التوقيتات التي تحدث بالفعل على أرض الواقع. طبعا شيء مهم جدا. النهاردة هنقول الدولة تحملت جانب كبير جدا من يعني معدلات التضخم ولم تمررها على المواطن، فيبقاش احنا بنعلي على نفسنا او المستغلين مننا او بقى القله المستغله ان هي تساهم في رفع هذه الامور بشكل غير يعني، بنستغل بعضنا، بنستغل الشعب، بنستغل المواطن البسيط. فالنهارده الجهود اللي بتبذلها الدوله وجهود لمسناها جميعا في الشارع من خلال الحملات اللي بتفرضها من سواء المرور المتمسك وزاره الداخليه او وزاره التموين، كل هذه الامور بتحاول على ضبط السوق ووضع الامور في نصابها الطبيعي. يعني كانت الدوله لم تمر الامور او الاسعار بشكل مباشر، فيبقاش احنا بنساهم او نستغلها القله لزياده الاثر. طبعا ده بيعود على معدلات التضخم وبيخلق حاله تضخم يعني غير مبرره. احنا معدلات التضخم ارتفعت بالفعل وطالت الجميع، فالنهارده احنا في غنى عن ان احنا نخلق حاله او القله المستغله تخلق حاله من هذه الامور. فعشان كده اللي بنشوف جهود الرقابه اللي بتبذلها الدوله طبعا للسيطره، والحمد لله هي جهود محموده يعني الجميع يلمسها في الشارع بصفه عامه. بمناسبة هذه الجهود يا دكتور، يمكن أيضا أهم هذه الجهود هي المراقبة باستمرار منذ تحريك أسعار الطاقة على الخطوات أو الخطوات التنفيذية في المحافظات، والتواصل مع مختلف المحافظين والمحافظات لمتابعة أسعار النقل الجماعي والركوب وما إلى ذلك. بالفعل النهاردة بقى في كل محافظة فيها غرفة عمليات مركزية وبتتواصل مباشرة مع سواء مع وزارة التنمية المحلية أو المجلس الأعلى لمجلس الوزراء. كل هذه الأمور بتثبت يعني بتنقل الأحداث لحظة بلحظة. إن كان عشان كده بنقول الجهود محمودة وملموسة للمواطن البسيط في الشارع، فجهود بصراحة ربنا يقدرهم عليها وإن شاء الله نتخطى هذه الأزمة. والحمد لله يعني اللي كانت قبل فرض الأسعار أو فرض تحريك الأسعار كانت المحليات كلها قامت بدورها من خلال وضع قائمة بتعديل الأسعار النقل سواء المحلية داخل المحافظات أو بين المحافظات، والأمور كلها في حدود المتاحة تقريبا من 7 إلى لا تتجاوز تقريبا 10%، فكلها الأمور يعني في حدود الزيادة اللي تم تحريكها في البنزين. نعم. تم رفع الأسعار على أساسها. نعم دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك.